دي بيانات كاملة بموقع الكوكب اللي متواجد فيه أوز، اسمه الكوكب الأزرق. الكوكب كله دلوقتي في خطر، وكرسي الحكم في خطر أكبر. اوعى تفتكر إنك مش هتتحاسب على اللي حصل ده، بس أخلص من الورطة دي. بس سيادتك عارف إن أوز ما خالفش القوانين. تبقى القوانين غلط، والقوانين كمان لازم تتغير. أوامرك. الكاميرات جاهزة، في خلال 3 ثواني هتكون على الهواء بتذيع كلمتك للشعب. 3، 2، 1 ابدأ. أبناء الكوكب الأبيض، طبعاً كلكم متعودين على إن أتكلم معاكم في الاحتفالات السنوية، بس النهاردة للأسف إحنا اضطرينا نلغي الاحتفال. إحنا وصلتنا من شوية رسالة من أوز ابن عمي، بيبلغني إنه في معركة كبيرة مع سكان الكوكب الأزرق المعروف باسم كوكب الأرض. أنا مضطر أبلغكم إن أوز في خطر، وكوكبنا كمان في خطر. كل الكوكب الأبيض من اللحظة دي لازم يستعد لمعركتنا الكبيرة مع كوكب الأرض. أنا اديت أوامري لكل القوات بالاستعداد لرحلتنا لاحتلال كوكب الأرض. انت فعلا هتروح تدور عليه؟ انا مش فاهم انت مصمم تنقذه ليه يا بكار. خلاص يا سيدي، عرفنا انك شجاع، بس ده كان جاي يحتل الارض يا بكار، عايز تنقذه عشان يقتلنا كلنا. انا قلتلكم هو مش فاهم حاجة عن الارض، واحنا لازم نفهمه. وتفتكر لما يفهم هيفرق معاه؟ هيحتل الارض برضو. هو احنا نعرف حاجة عن الكائنات الفضائية علشان نعرف بيفكروا ازاي؟ وبعدين ده شكله يخوف قوي، انت عايز تقابله ليه تاني؟ احنا كمان اكيد شكلنا يخوف بالنسبة له، وانا مقدرش اسيبه، ده اتخطف من بيتي، يعني كان ضيفي ولازم احميه. وكان ضيف على كوكب الارض كله وعايز يحتله. مالك يا رشيدة؟ انت كمان زعلانة على اوز. انا قلت لك كل الكائنات الفضائيه اشرار وانت ما صدقتنيش. اوز ده شرير، واللي خطفوه اشرار، يبقوا خالصين. يلا خد الشر وراح. انا متاكد ان اوز طيب، وانا ما اقدرش اتخلى عنه. انا بس راسي كانت وجعاني شويه، وما كنتش قادر افكر خالص عشان اعرف الاقيه ازاي وانقذه منهم، لكن دلوقتي بقيت أحسن. رشيدة، ها تم تبليغ كل القوات بخطة اقتحام الأرض؟ حاصل يا فندم. اسمعني كويس، أنا ممكن أعديلك اللي حصل ده، بس تتعاون معايا في الخطة الحقيقية. اللي تؤمر بيه هيتنفذ، بس القوات ما تعرفش الخطة الحقيقية. أنا مش هسيب الحكم الأوز، الكوكب مش ناقص فوضى ولعب عيالي. لو أوز رجع للكوكب الأبيض كل الناس هتحتفل بيه، وحيتولى حكم الكوكب بالقانون. فعملية احتلال الأرض لازم نخلص من أوز للأبد، حتى لو اضطرينا ندمر كوكب الأرض تماماً.